نيرمين، لمحطتنا التالية، وتعتبر الأعمال التطوعية من أحد المصادر المهمة للخير، لأنه بتساهم بعكس صورة إيجابية عن الفرد والمجتمع بشكل عام. فالعمل التطوعي هو نشاط إنساني مهم بأيام الأزمات والكوارث. شفنا عدد كبير من المتطوعين والمتبرعين بغض النظر عن تخصصاته المهنية وطبيعة المساعدات المقدمة، وجهود كتير كبيرة وعظيمة من الجمعيات والمؤسسات الخيرية يلي من أول يوم من الكارثة لهلأ مستمرة بتقديم يد العون لأهلنا بالمناطق المنكوبة. عطول نيرمين بمحطاتنا الصباحية عم نضوي على جهود المبادرات والمؤسسات الخيرية، لكن اليوم رح نتعرف عن فريق مجد التطوعي 2020 مع مؤسسة الفريق غالية الطباع وضيفنا غيث بوكا من المتطوعين. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. خلينا بالبداية نحكي عن الأنشطة اللي كانت والمبادرات اللي كانت مع بداية الزلزال. كلياتنا بنعرف تاريخ 16 شباط، هذا التاريخ ما بينتسى من ذاكرة السوريين. فقنا ثاني يوم عنا كارثة، فكيف كانت استجابتكم ضمن الفريق؟ أول شيء الله يرحم كل الناس اللي فقدناهم ويشفي الجرحى ويساعد الناس أسرع ما يمكن يقدروا يلاقوا مأوى تاني ونلاقي طريقة أنه نبني لهم بيوت أو نستأجر لهم سكن، أو إن شاء الله مثل هيك حسية صناعية سمعنا عم يبلشوا يعملوا كمان البيوت مسبقة السنة، فإن شاء الله يعني أنه هذا الشيء يصير. هلا اول ما بلشت كان عندنا شباب من الاداريين، شاب اسمه محمود صواف، هو طلع بمبادره اسمها فزعه شباب سوريا. يمكن كانت 7 الصبح بلشت المبادره، 8 الصبح كان فيها فوق ال 2000 بني ادم بالجروب على الواتساب. هي كانت اول مبادره بسوريا، وكلياتهم عملوا تشبيك بين بعضهم وبين كل الجمعيات، وبتعرفي كله بهيك وقت تحطي ايديكم بإيدين بعض، وبلشت بفزعة شباب سوريا. تمام، طب خلونا نعرف منكم أكثر، يعني من بداية الكارثة كيف كانت الاستجابة الفريق عندكم؟ سمعنا أنه بلشتوا بالتبرع بالدم، صحيح. خبرونا عن هاي الفكرة. نحن طلعنا بحملة تبرع بالدم عن طريق فزعة شباب سوريا. كان في متطوعين فوراً؟ كان الحمد لله، يعني أعداد الشباب اللي إجت شيء مو معقول، كل الشباب بدها تقدم شيء، بدها تساعد، كيف بدها تساعد ما عم تعرف. نزلنا كنا على مركز دم بالمنزل، الحمد لله بساعة ونص كان بنك الدم مفلل. الحمد لله ما عاد بده دم، يعني خلص نحن اكتفينا بدم. هي اول مبادره اطلقناها. المبادره الثانيه الحمد لله هي كانت لجمع الالتياب والاغذيه والفرشات والحرامات لاهلنا المتضررين، وكمان نحن بنعرف انه هي الزلزال اجى مع العاصفه اللي ضربت سوريا، هي عاصفه البرد كمان، الله يعين العالم، عالم مضطرات كانت. فكنا لازم نحن حسينا انه لازم نقدم شيء، لازم نساعد شيء، هدول اهلنا، هدول ناسنا، مصيبتهم مصيبتنا بالاخير، يعني نحن بالاخير ايد واحده. الحمد لله توزعنا. هي اول حمله تبع التبرع بالدم. الحمله الثانيه هي كانت جمع الالبسه والاغذيه والفرشات والحرامات من جميع مناطق دمشق وريف دمشق. غطينا الحمد لله، فريقنا قدر يغطي 44 منطقه بين الشام وريف الشام. فريقنا انتشر الحمد لله بالشام وريف الشام، فقدرنا نغطي كميه منيحه. العالم، انا الحمد لله موبايل ما عاد هدى، سكر تليفون، افتح تليفون، انا بدي ساعد، انا بدي اقدم، العالم بدها تقدم، العالم بدها تساعد، ما عارفه انا كيف عم تقدم، يعني شغلات عن جد شيء مو بالعقل. وصلت لمرحله دقت لي مخلوقه قالت لي انا ما معي شيء اقدم لكم اياه، وحالتي الماديه شوي تعبانه، فلحقين تياب اولادي واعطيكم اياهم. وصلنا لهي المرحله الحمد لله. قدرنا نجمع تقريبا 19300 قطعه البسه من بين نسائي ولادي رجالي بيبي، الحمد لله هدول قدرنا نطلع فيهم على المناطق المتضرره. اكيد يعني هي اللهفه اليوم للسوريين تؤرخ مثل ما بيقولوا كانت بكارثه الزلزال. خلينا نحكي اكثر عن طبيعه عملكم. ذكرت كان لكم نشاط بالبدايه بدمشق وريف دمشق، ولكن احنا بنعرف المتضررين الاكبر هنا كانوا المحافظات الخمسه المنكوبه اكثر. كيف تمت الاليه اكثر؟ هو عم يحكي انه جمع التبرعات تم من دمشق وريف دمشق فورا. رحتوا على المحافظات؟ طلعنا على المحافظات، بعثنا اول شيء قوافل، شبكنا مع جمعيات، اول جمعيات بلشت تطلع بعثنا معاهم سيارات على جبلة، على بانياس، على حلب. بعدين ردينا نحن طلعنا على جبلة، اسسنا مطبخ ميداني هنيك لهلا شغال الحمد لله، وطلعنا بعدها كمان قافله ثانيه على حلب. نحن سيرنا 3 قوافل، اول قافله كانت مع مساعده في جمعيات ساعدتنا فيها، ثاني قافله كانت على جبلة، ثالث وحده كانت على حلب. هدول كمان هدول القوافل طلعنا، نزلنا نحن كشباب سوريين، نزلنا على ارض الواقع بدنا نساعد العالم. اكيد نحن شو ما قدمنا ما حنعوضهم على الشيء اللي صار معهم. غيث تعرفوا يا صبايا انه الغريب انه اول مناطق اجتنا منها هي مناطق منكوبه بالحرب. بتستغربي قديش انه هنين عرفانين شو يبعثوا بهيك وقت، يعني في عالم مثلا من كل البلد عم يحاولوا يبعثوا من قلبهم كل شيء جديد عندهم وكذا، بس في عالم عرفانين انه هلا لازم مثلا خلينا نحكي على
المحارم الصحية النسائية للكبار السن، للأطفال، حليب الأطفال، البطانيات الجديدة الملفوفة. يعني بتستغربي إنه شو عرفكم إنه هلأ هيك بتحسي صاروا يفكروا بتفاصيل واحتياجات المتضررين، عرفوا شو هن يحتاجوا بهاللحظة يا حلي علي، فحسوا ببعضهم العالم أكثر. تمام. طيب لما طلعتوا على المحافظات كان معكم قائمة بعدد الأشخاص اللي تضرروا، قدرتوا توصلوا لجميع مراكز الإيواء وتقدموا الخدمات؟ هلا صراحة نحن منشبك مع ألتراسات، نحن في عنا رياضيين بالفريق، فبتعرفي جماهير النوادي ألتراس حلب، نادي حلب، ألتراس جبلة، ألتراس تشرين، وهون ألتراس الوحدة، هن كتير مشاركين معنا. ف أقرب شيء للناس هن جماهير المباريات كرة القدم وكذا، هن الشعب عرفتي. فتعرفي الكابو اللي بيسميه تبع الجابويات تبعاتهم، فكل واحد يتناس يحكوا مع بعض، وهن أصلا منهم. يعني خلينا نحكي عن جابو ألتراس اتحاد حلب، وقع تماما يعني البيت تبعه هو وأهله وكل شيء، فبنفس الوقت عن طريقهم نسقنا أنه نوصل للعالم. فريقنا بيحب يوزع بالإيد، ما حدا يعني كل العالم ساعدونا من المحافظة لباقي الجمعيات، انه اوكي بدكم انتم نساعدكم اسماء جمع بدكم، بس احنا مجمعين اصلا من جماهير الالعاب الرياضية. طيب الاستجابة هي مختلفة اليوم، نحن عم نحكي بعد مرور أيام على الزلزال اختلفت، كل الفرق اليوم والناشطين على أرض الواقع استجابتها تغيرت وأولوياتها تغيرت بعد مرور هذا الوقت، بالنسبة لكم شو صارت الأولويات بما يخص التعامل مع متضرري الزلزال؟ هلا مبدئيا غيث نحن عم نسكر حالات فردية، عم نسكر حالات فردية نحن هلا غالبا، يعني العالم اللي ما وصلت الشيء اللي لازم نساعده هلا عم نحاول نحن نغطيهم هدول الشيء، عم نحاول نصل لهدول العالم. ولباس الحمد لله نوعا ما في اكتفاء صار، صحيح انه ممكن العالم طلعوا ما معهم هويتهم، يمكن ما معهم شيء تماما، فبنفس الوقت اكيد رح يلزمون كثير داخلي، جرابات، بهذا بطقس البرد، هدول الاشياء اللي بتدفي. بس بنفس الوقت نحن لما شفنا العالم على الارض هن مهتمين بما بعد هي القصه، فعم نحاول انه نستاجر لهم بيوت. اكثر من حاله سكرناها عن طريق مبادره الفزعه، يعني انه نسكن انه نستاجر لهم بيوت الحمد لله لقدام وهيك. بس يعني بنتمنى نحن انه يكون مثلا كل الجمعيات يحطوا ايدهم بايد بعض مع المساعدات الاغاثيه وكذا، انه عن جد نطلع ببنايات، نطلع بشيء. ما بعرف اذا حلم كبير، بس يعني اذا مثلا الصين بتساعدنا، بتعرفي ما بتاخذ معهم يمكن هن، عم نحكي هون عن الزمن، بس بتعرفي العقوبات السوريه، يعني صحيح لا سامحي لنا نحن انه ينتقلنا مصاري بالويسترن يونيون، بس اي معدات ثقيله ما فيكي، نحن قديش صار له عمره 15 سنه منزوعين، ما فيك تفوتي شغله بلوكه، ما فيك تفوتي على البلد. يعني كمان في شيء نحن لسه بحاجه انه تنفك العقوبات اكثر عنا، بحاجه نرفع كامل العقوبات 100% تحرير لكل السلع اليوم، لانه بسوريا بعد 12 حرب بغض النظر عن الزلزال، فنحن استهلكنا كل الموارد يلي موجوده. صحيح. يعني في ازدواجية معايير يعني بالمجتمع الدولي غريب، بس نفس الوقت كمان نحكي على الدول اللي ساعدونا، يعني الجزائر قديشهم بيجننوا. يعني أنا بعرف أنه في بيني وبينكم على التلفزيون يعني طيارة تونسية وصلت قبل الجزائرية، بس ما أعلنوا مشان العقوبات الجزائر ولا سألوا، فاتوا فورا يعني أنه لا عقوبات ولا كذا. هلأ شفت الإمارات ما قصروا كمان أبدا، لبنان استغربت يعني أنه كتير كانوا وحدة يعني بهي الأزمة، فعلا العراق الله يعطيهم ألفية ما وقفت القوافل. تمام. زائد القوافل يلي صراحه نحن فريقنا موجود بالسويدة كمان، من السويدة قلنا نحن حنبعت فورا، وين بدكم نبعت؟ على جبله ولا نبعت على درعا؟ من كافه المحافظات دير الزور شفتي القافله كمان، يعني الشيء بيورجيك انه السوريين بحبوا بعضهم ومالنا غير بعضنا. والله لو نوقف يمكن ما نحتاج اصلا اي حدا من برا، بس بنفس الوقت بتقولي انه في شيء لسه ما اصلا ضرر كبير كمان، يعني غير ضرر الحرب اللي قبله. خلال حديثكم كنتوا ذكرتوا انه في مطبخ ميداني بجبلة، ما حاولتوا تفتحوا مطابخ ايضا بمحافظات باقيه؟ كيف كانت تصير اليه العمل هناك؟ هلا صراحه بحلب في جمعيه تساعد كثير قوايا، يعني هن عاملين مطبخ ميداني هناك. نحن اخذنا الملعب المغلق بجبلة كمان عن طريق الالتراسات، وعم نقدر نوصل للقرى تبع جبلة، يعني عم يتم التوزيع مو بس العالم يمرقوا ياخذوا من الملعب هذا، نحن حتى عم نبعث ونوزع في توزيع عن طريق الشركات كمان ساعدوا معنا وشبكوا معنا، بنشكر الكل طبعا يعني اكيد. طيب خلونا نحكي عن روح العمل التطوعي، يعني احنا بالحاله العاديه
دائما بنحكي عن نشاط الجمعيات التطوعيه، ولكن احيانا بيصير بعض الحساسيات، احيانا يعني بيكون في شويه منافسه بين هاي الجمعيات. حلوه المنافسه لتقديم الخير. خلينا نحكي عن التشبيك اللي عملتوه مع هاي الجمعيات، كيف لقيتوا نشاط الجمعيات والمؤسسات التطوعيه بسوريا بشكل عام؟ هلا نحن كشكل عام فريق تطوعي، فنحن صحبه مع كل الجمعيات، يعني ما لنا انه عم ننافس حدا منهم. وبنفس الوقت اكثر شغلنا بيعتمد على التشبيك من وقت ما بلشنا، يعني نحن مجرد لينك بين العالم اكثر الوقت، ف ما يعني ما في هي المنافسه بس صراحه. بس كانت مختلفه بالزلزال، يعني كنا عم نحس في لهفه اكبر اليوم، احتجنا لبعض يعني فورا. مين طالع اول واحد بعتوا معه، اول جمعيه طلعت مثلا عندهم قدره ماديه مثلا اكثر منا، نحن كفريق تطوعي ما بنقدر مثلا ناخذ تبرعات، بعتوا لهي الجمعيه بنثق فيها، حطوا عندها وهن بيساعدوا العالم اللي نحن بنعرفهم. بالفعل كانت روح بتجنن، والحمد لله الشيء الحلو اللي عم نشوفه انه هو عم تنافس على الفعل الخير، مو تنافس على شيء ثاني. بالاخير نحن عم نعمل خير، فكل العالم عم تنافس على فعل الخير، وهذا الشيء ما في احلى منه صراحه. تمام، خلينا نعرف منكم اكثر، يعني الصعوبات او التحديات اللي واجهتكم خلال تقديم هي المساعده، كان في مواد معينه ما قدرتوا تامنوها؟ سمعنا يعني في كثير في نقص، ان كان بحليب الاطفال، مرقت على حليب الاطفال، بس الحمد لله يعني حلت نحلها. شو كمان في شغلات كان صعوبه علينا؟ أغذية قلبي الحمد لله ما بعرف، كان الله ميسرها من كل الجهات، تم تأمين كافة الاحتياجات. يعني أهلنا المتضررين كألبسة كانوا مكتفين الحمد لله، بقى موضوع المأوى والسكن هدول إن شاء الله نقدر نحل شيء بسيط منهم، بس هيك تدخل خارجي. انه نحن كسوريين كثير شعب شغيل، بنحب نشتغل، يعني شوفي بمصر قديش اثبتوا حاله، من وين ما طلع السوري متميز. فبتزعلي انه هدول العالم يمكن بحاجه شغلات غير المساعدات اللي عم تجي. يعني في بعض الناس قابلناهم بيتمنوا انه نفتح لهم شغل صغير، مشروع صغير انه يبلشوا، فهذا الشغل اللي عم نحاول كفريقنا نقدر نشتغل عليها لبعدين. يعني ممكن يا اختي بسطه، ممكن واحد كهربجي تجيبي له عده الكهرباء الكذا، ونبلش نساعد هدول العالم انه يمكن انه يشتروا اشياء بسيطه، غير مثلا هالسندويشه اللي عم تجيهم، او غير هالوجبه اللي عم تجيهم، يمكن دخانه للزلمه. يعني في شغلات بننساها انه عنده احتياج ثاني، انه تكون كاش بايده، مصاري بايده. فيعني كمان في عالم حبوا يوزعوا مصاري وهيك يعني بنظري كثير كثير لازم نهتم ببعضنا بهي القصه، وخاصه انه بتحسي صلحت شيء كان اخذين فكره غير هيك نحن، انه معقول السوريين ما بيحبوا بعض، معقول السوريين هيك. يعني شوفي كيف المساعده عم تجي من هون، من الغوطه لجبله، من مدري وين لك، يعني بتستغربي انه قديش بيحبوا بعض بشكل. يعني احنا هذا التشابك اللي كان بين السوريين انا الصراحه ما كنت متوقع لهالدرجه. يعني نوقف في الطرقات، شباب اهل لاذقيه واهل جبله يوقفونا، شو بدكم نحن بنقدم لكم، تفضلوا على بيوتنا، ريحوا شوي عنا، شو بدكم تاكلوا، شو بدكم تشربوا. صراحه على الكاتف اللي كاتفوا السوريين رهيبه. وطبعا نحن ما قبلنا ننام غير بالشارع مثلهم بالمحافظتين. يعني في عالم عرضوا علينا كذا، انه لا والله يعني بتى ما شفنا بعيننا العالم نايمه بالجناين ما قدر فريقنا انه لا مثلنا مثلهم، بدنا نحس باللي هن حاسين فيه. وفعلا يعني بتزعلي، حتى على الطريق نحن طالعين لانه صارت هزه ثانيه، يعني الباص راح هيك عليه هزار، ووصلنا لهونيك لقينا العالم يا حرام الرعب. يعني ان شاء الله هي المواقف يعني القاسية مثل ما بنقول دائما تنذكر وما تنعاد. خلينا نقول رسالتكم اليوم بتحبوا توجهوها لكل متطوعين فريقكم، لكل الاشخاص اللي عم يشتغلوا على ارض الواقع. اذا بدك غيث رح اقوله انت بعدين. يلا تفضل. اول شيء بدي اشكر فريقنا فرد من يعني عن جد ما رح اقدر اذكر اسمه، صاروا 80 واحد ما شاء الله، يعني هلا هم بدي اذكرهم بالشام. فما بعرف الجهد اللي قدموه، كل واحد بطريقته، كل واحد عمل اقصى ما عنده وما قصروا يعني بشغله. انا كثير فخوره اني بنتمي لهذا الفريق، فريق مجد، وانا يعني برفع راسي فيهم. وانه هدول شباب الازمه، هدول الشباب يلي كانوا عم يقولوا شباب الحرب وجيل الحرب، اكثر من هيك وعي واكثر من هيك التزام ومسؤوليه انا ما شفت. الرساله الثانيه بتمنى انه تكون في عنا ارشاد نفسي بالفتره الجايه للاطفال، خاصه يلي حضروا هذا الشيء، يلي هلا عم يخافوا يناموا تحت سقف، وعم يشوفوا مركز الامان تبعهم يلي هو امهم او ابوهم عم مرتعبين وعم يعيطوا، فهو انتسف الامان عندهم تماما، لانه هن بيهربوا لعند هذا الشخص يشوفوه هو خايف. تخيلي مقدار الخوف اللي عنده. بتمنى انه كثير كمان جزء من الاغاثات انه يروح لدعم النفسي لاطفالنا. يعني بالنهايه بشكل سريع قبل ما نختم مع حضرتك اليوم، حضرتك اعلاميه، خبرينا العمل التطوعي شو اضاف لك اليوم على الصعيد الشخصي والمهني؟
طبعا انا اصلا برنامجي عن المدينه وبدي عايدهم بعد اذنكم عن طريق الاخباريه بعيد ميلادهم ال 18 وهن عاملين هلا كمان حمله للمساعدات وتامين سكن. المدينه يعني كيف بدي اقول لك انه اصلا ببرنامجي انا ما بروح لاي شيء فنانين او ترند او كذا، يعني هن شاطرين كثير عنها بالاذاعه، بحاول روح انه حتى شغلي يكون هو له علاقه بالعمل التطوعي، انه طلع جمعيات تطوعيه، طلع ناس ما عليهم ضوء بس كثير مهمين، ابطال مروا بهالفتره، يمكن بياع قهوه بالشارع انا كان من اكثر الناس الابطال اللي شفته ماشي هو اعمى وابنه هو اللي بيساعده، يعني بتشوفي حالات غريبه بالبلد انه ما بصير عماله أطفال مثلاً، بس إنه ابنه هو عيونه اللي بيشوف فيهم، فكان هيك حالات الإعلام. أكيد أكيد غالية، من خلالك بدنا نوجه تحية لكل كادر إذاعة المدينة الإذاعية اللي منحبها، وأكيد منشجع كمان يعني بمناسبة هيدا أطلقت مبادرة كتير حلوة اللي ذكرتيها، محاولة تأمين السكن للمتضررين. خلينا نحكي أكثر عن هاي الحملة، كيف الأشخاص ممكن هي قديش مستمرة، كيف ممكن هنن يشاركوا فيها؟ يسلم، وهنا هي اسمها قلوبنا بيوت، أطلقناها مبارح التنين، الحمد لله كان في كتير تفاعل من الناس من أول يوم بالحملة. في بعض العالم قالوا إنه أنتم بلشتوا متأخرين فيها، نحن ما بدنا الناس تبرد همتها لأنه المشكلة لساعتها بأولها، والمشكلة لساعتها تداعياتها رح تكمل لسه يمكن السنة لقدام وأكثر، فنحن عم نحاول عن هي أنه نأمن لهم سكن لمدة سنة لكل عالم. وأنا يعني شخصيا كنت كفريق مجد شفنا عائلات بالمقابر موجودة بحلب لليوم لسه ما نحطوا، فطلبوا مني الإذاعة أنه أخذ لهم أسماءهم لحتى يكونوا هدول أول ناس يعطون البيوت إن شاء الله. تمام، شكرا كثير لك غالية الطباع، وغيث شكرا لكل جهودكم. شكرا كثير لكم.